يلا تعال خلينا نروح من هون، بكفي بهدل قدامنا. لوين بدنا نروح؟ شو رأيك؟ أكيد على البيت، يعني لوين؟ طيب لكان خلينا ناخد تاكسي. لا ما في لزوم، منروح بالباص. إحنا عم نقول على مهند مشكلجي، طلعت أنت مشكلجي أكتر مني. جميلة بكفي. لا ما بكفي مؤيد، وقتلتنا. ليش وصلت علاقتكم مع بعض لهالدرجة؟ فهمني ليش هيك عم بتعاملوا بعضكم؟ جميلة؟ نعم. ممكن نقعد نحكي شوي؟ أنت أكتر واحد كان لازم يستوعب. مهند ما إله حدا غيرك. فوق هاد هو حساس وهي مشكلته، وبيشوف هاد الشي نقطة ضعف عنده، وما بيحب حدا يعرف حقيقته، ومشان هيك بيضل طول الوقت حاطط قناع على وشه. صدقني طلع بحالك وتطلع فيه، انت عم تحصل بهالحياة على كل الشغلات اللي بدك ياها مؤيد، اما هو لحد اليوم ما قدر يساوي اي شي ولا كمل دراسة، وحب يصير ضابط وما مشي الحال، لهيك هو هلا على طول بضل معصب. ما انك ملاحظ هالشي؟ والله طلعتي بتعرفي مزبوط، لانه عم حاول افهمه، يعني مو مثل ما عم تساوي انت. بدي اعتذر من جميلة كمان. ايه طبعا، لما نقبض ناوي جيب له هدية كثير حلوة. هو على طول عصبي لأنه ما عم يقدر يعبر عن حاله إلا بهاي الطريقة طبعا، بس قلبه كتير طيب، يعني أخوك عم يروح يقاتل ويشوف الموت بس مشان يفرغ غضبه. ما بيكفي إنه تدمرت كل أحلامه، وفوق كل همومه بتجي وبتضغط عليه. خلص اتركه بحاله، مع إنه هو ضحى بمستقبله مشانك. انت لو كنت مكانه كنت ساويت مثل ما ساوى؟ انت اكيد فهمان منيح شو قصدي، لحتى تفهمه لازم تحط حالك مكانه.